كمان كوادر الشباب، وده كمان امر مهم جدا، نادي الاهلي واي مجتمع واي ناس عايزين تنجح، الشباب مهم، لان الشباب هو اللي هيكمل. كل واحد فينا بياخد وقته وخلاص، لكن الشاب اللي جاي هيسلم اللي وراه. فالشباب ده احنا اهتمينا بحاجه مهمه جدا، لجان النادي الاهلي اتفعلت الاربع سنين دولت بمنتهى القوه. اللجان دي بقى فيها عناصر كتير جدا من كل الاعمار، وفي لجنه الشباب اللي كانت ليها دور كبير جدا. بشكرهم كلهم، لانهم فعلا كلهم بيحبوا النادي الاهلي جدا، وبرضه مش عايزين حاجه، ولا حد عايز يطلع له صوره، ولا حد عايز ياخد مقابل، مش عايزين، هم بيحبوا بس. واللي بيحب بس ده بيعطي، وبيعطي كتير جدا. عشان كده في هنا شخص انا عايز اشكره الحقيقه، لان وليد مبروك. وهنا بتذكر رحمه الله عليه والده، كان من اخلص الناس برضه بالنسبه للنادي الاهلي، رحمه الله عليه، اللواء مبروك متولي. وليد يعني الحقيقه اسندنا له رئيس اللجنه العليا للجان. الحقيقه شفنا فيها خلال اخر سنتين تطور ملحوظ جدا، وتطور مع كل اللجان، الطفل والثقافه والشباب والمراه واصحاب القدرات الخاصه. انا مش عايز انسى حاجه من اللجان، بس اشتغلوا شغل كويس جدا، فانا اشكره جدا جدا قدام حضرتك.